أهلا بكم إلى موجز لأبرز الأخبار في دقيقة. السعودية تعلن عن قائمة تضم 40 اسما إرهابيا. التحالف العربي يعلن عن إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية اليمنية بشكل مؤقت. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه منفتح على اللقاء بزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون. أما فضائح التحرش فتطال البرلمان البريطاني ورئيسة الوزراء تريزا ماي قلقة. دواء سحري يقضي على أمراض القلب عن طريق إذابة الدهون المتراكمة داخل الشرايين. وواتساب تتيح للمستخدمين حذف الرسائل بعد 7 دقائق فقط من إرسالها.